مصرية بيلاروسية لبحث توسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات. الاتفاق على إقامة تمثيل دبلوماسي مصري مقيم في بيلاروسيا. القوى الوطنية الليبية تدعو للإسراع في تحرير طرابلس من الإرهاب وتدين الدعم القطري والتركي للميليشيات. بدأت صباح اليوم أعمال القمة المصرية البيلاروسية بالقصر الجمهوري بالعاصمة مينسك بعقد جلسة ثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لبحث توسيع التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات. ومن المقرر أن تعقب المباحثات الثنائية جلسة موسعة تضم وفدي البلدين، ثم يعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا لإعلان نتائج المباحثات. ووجه الرئيس السيسي الشكر لنظيره البيلاروسي على حسن الضيافة وتنظيم الزيارة، معربا عن أمله في توسيع التعاون المستقبلي بين البلدين، وقال إن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة لتعزيز هذا التعاون. اتفقت مصر وبيلاروسيا على إقامة تمثيل دبلوماسي مصري مقيم في بيلاروسيا، وذلك بناء على طلب الجانب البيلاروسي. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن هذا التمثيل الدبلوماسي المقيم من شأنه أن يعزز العلاقات المتنامية بين مصر وبيلاروسيا. استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته إلى العاصمة البيلاروسية مينسك بلقاء ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في بيلاروسيا، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين البيلاروسيين على رأسهم رئيس وزراء بيلاروسيا سيرجي روماس، إلى جانب حضور وزير الخارجية المصري سامح شكري وعدد من كبار رجال الدولة. وقد أعرب الرئيس عن ترحيبه بالمشاركة في هذا اللقاء الذي يجسد روح التعاون المتميز بين مصر وبيلاروسيا، مؤكدا سيادته حرص مصر خلال الفترة القادمة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات البيلاروسية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة. تنطلق فعاليات بطولة أمم إفريقيا مصر 2019 مساء الجمعة المقبل في استاد القاهرة الدولي، وأكد القائمون على تنظيم البطولة إن حفل افتتاح البطولة سيتضمن إذاعة الأغنية الرسمية للبطولة بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية، ويقوم بإحياء الحفل الفنان حكيم الذي قدم كبرى الاحتفالات العالمية منها حفل توزيع جوائز نوبل، وغنى في أكبر المحافل الدولية ومنها مسرح الأولمبيا بباريس. وجهت القوى الوطنية الليبية اليوم تحية إجلال وتقدير لمصر حاضنة العروبة ولشعبها البطل، وإلى قيادتها الرشيدة المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر ورئيس الاتحاد الإفريقي على الدعم السياسي الذي قدمته وتقدمه للشعب الليبي في سبيل إخراج البلاد من أزمتها الراهنة. جاء ذلك في البيان الختامي للقاء القوى الوطنية الليبية لدعم جهود القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والتطرف والميليشيات، والذي عقد اليوم بالقاهرة. وأعلنت القوى الوطنية الليبية في بيانها الدعم اللامحدود للقوات المسلحة العربية الليبية في جهودها لمكافحة الإرهاب ومجموعات الميليشيات الإجرامية في طرابلس. وأدان المؤتمر الدعم القطري والتركي لتجمعات الميليشيات في العاصمة بالسلاح والأموال واستجلابهم للمرتزقة والإرهابيين من بؤر التوتر في سوريا والعراق إلى عاصمة الوطن لمحاربة القوات المسلحة العربية الليبية.